بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان يواكي بقول لباتني سديدات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحين كسو جري كتاب الفضائل خاصة باب الصوم، حلو حين صوم الري أدي الذي كصاب سنة صومك واجب نمة كيسة هي فضق هي قيمة وشريعة كلها هي يوحي كت تعلق أحكام تقيبة كمدة حلو حين صوم الريق حدة صوم وحل إلى هذا لغة واصطلاحا. أما أركان تيسو صوم كأركان تيسو واللابو لابو ركن بو صوم كلها هي النية والإمساك. صوم هدي الله تعريفيه وآل إمساك على المفطرات بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالحال سومرتين تعريف كان واجران أركان تيترك وكتابين صومك واللبو إن نيسته قد مالك إن الصوم سنية عتق قبته قلب قاد كجو أن سطين الصومته إيو أو كأف هيستو إسك نورو إسك إلالية وحيابها صوم كبرية كبيرة لبضع ركني بولاية هاي شروطه كأصح الصوم كوا أفر شروط الصوم نأفروي أركان سوى اللبو قي حدي سنة واسدة أيضا شروطه كأصح هايو وأفر شرطي صدح وحلق إيجا يا روح الصوم يا هل شرطينا وقت قال الصوم يا لق إيجا يا روح الصوم يا وحلو شرط يا إنه مسلم يا هو شرط هدوس مسلم هاين صون كأصح ماي شرط قال لباد وإنه عاقلي هاي ومان كيسي مير كيسو جوغو أو أسان واللي حدوثاً عاقل أهين صون كما أصحيو شردق صدحات يلغ إيغي الروح السومي وحاوي النقاء من الحيد والنفاس إن روحاسي ودمرك وكالي وطاهر كي هاي حكم كي عادة دمرك يهيلي جرين أما ديك دلمت صدحتها شردي وحي الله بطا روح السومي إسلام نماذا عقلق النقاء من الحيض والنفاس شرط أفراد الله بنا يا وقت وحال ليدادا والوقت القابل للصوم حل أتصوم يسوى إنه يهي حل صون قبطة صون أوغلي كرو ما الما وحاجر صوم كعاقا وحداها دات صونته أضو مسلمة وعاقلة وبالغة وطاهر كأحيض النفاس صون كمسان كأسحينين كأيام العيد سيدان ما المها عيدو كالي ما المها عيدو كالي صون ما أصحهم من صون واسحين ما ننكاس قد يجي سلف أنتي بوحكا عقين هاي صون الوقت القابل لصون باشرطي أفرتا شرطي وشروط الصون كو أصح هاي لبنا وأركان تيسي قي حديسي التعريف كسنا واتصوم مرتين معاكو هاري سبب كو واجب حالة صوم مرتين صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته سببك وصونك واجبه وجوبك سوءكو قبانا يوحوي إن بشي رمضان أي بلاتو أدو قاتو مانتا إن رمضان تاي أما عاوة رمضان تاي سبب الوجوب أركان الصوم هي شروط الصوم صحة الصوم هي تعريف كسو إنتا ومركا وهلويناتك إن كتب تفقه كب مراجعين دون تفافين تيدي التفاصيل شيء عاوة بلابي شيخ بلابي آدابتي يا أخلاق دي يا أنشحي صومك أولها إبليسي ونجنيسي قيبة كمذا باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر وحبابي هاي سحورت إن له رابطه والله سحورته إنت أن صلاة لقارين وقت قدود اللعين كهر سحورت نوها ووحي اللعونه إنت بضن وحي كود على وحي اللعونه فجر أوقت أوق بين الليل إلى مدى رونتا انت ود حيس اوقت هوري ايو تدنب دخدودا راشينكا اي علف كلا باد كلا قاتا سحور لا يداه باب فضل السحور سحور تفضل جيدو باب ان له يرا سحور ولا يقان اي وتاخير ان ديب لو دغو اون خيلي هود هورا ان لا سحورنين خيلي صلاه سو دوداهي واادان كلا با دو يحي او دلاع صلاه لا تاغن يحي ان لا سحورته اني فضل بدنتاي ما لم يخشى روح مسلم كي سومي هادو سان كبقن اون سكعبسن طلع الفجر الصادق وي وقت اللباد نيد الله عضو
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا مسلمين سحورته هرابت عنته هراب هرابت عنه هرابت فإن في السحور سحورته وحا كجرة بركة خير با كجرة متفق عليه بركة بركة الطعام عندها العلم راشين كان بركة وليها بيهاني عبتان كان بركة الله سعوته وحالقه وضا عبادة إلهي بدك الميسان وحي الراشين أما علف أما بيا أما بادة إذ أقوحي ويسوت إلهي عبادتي سي عمل خير إنا تتميسو أيها بركة الله وضا بركة الطعام ما يكون عون على العبادة أيها الإجادة راشين كأد عنتو أما علف كأد عنتو بادية بيوحات قالتي إلهي أذن كعابد إبردودا كليها ولك لا أدكو قبسته بركة ملا وحي بيا إبادي قنك هذا قاليد إلهي كعابدود كحوق يستنى والراشين بركة يسن نبي صلى الله عليه وسلم فإن في السحور راشين كهرابتا وحا كجرة بركة بركة كجرتو عبادة الصوم كاللو كحوق يستا أرورت هداد سحورتو ما لنك سيسي فعن بدو سومي أوم بدن الدريم ميسي تبرد رب بدن الدريم ميسي قرآن كاد آخري واد عبادة يستني أضو إسا يستوحيقو يرشي عمود أي قرحب العيسى هبينك السحور تكلافته أذول إله قرحب ما يدعه ورمال كديرا وذاتكم آذانك غلط داهي ساعد صد جرفيري أي قرحب العيسى صون كبار دبسن وقت جباك كديران حوة الرجبيونيس سحور الآن ثم مركب بركة الآن وهي إلا سحورتنا بركة كجر تساس النبي كودا عبادة اللي هو حوة يستا وهي عبادة كوكالية أما كوكو بريغان تالا شيء بركي سنوي وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع رسول الله رسولك إله بأن الله سحورني ثم قمنا وحنو استغنى وجوكسنا إلى صلاة صلاة الفجر صلاة الفجر بأن الله صلاة سحورنا استغنى قيل وحال ليلو زيد لغيري كم كان بينهما إمسا ودحيسي حلقة سحورته يحل صلاة الله أقيمي مدين تلاك بأن الله قال حول السحابي قدر 50 آية كنتن آية إن لغا آخريو قدر كنتن آية لن آية ودحيس سحورتا يدي إيو صلاة دانو اتشوك سنو استاقن متفق عليه كنتن آية دوت إنت لغا آخريو نين كان آدو عرب فضي أما آن عرب عصلي ومحي ما أترى هذا تضبط دقيقة وي تضوى دقيقة محايا روح عرفتو جزكو شيء يطمن دقيقة آخرية جزكو نوم الله بقوله آيات نغضى الله قيابة هدو سكابة النبا مرك قاركوت كل آياتو سيئو لديريها مقابة طبان دقيقة اسكاد وبدنان بدي وبرداء طبان دقيقة سحورتي هي صلاة دي قليد ديدي وعن عمر رضي الله تعالى إذن وتأخير السحور سحورته إن ديب لورد وفضل كتروي ساس النبي يريد عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وضي يجد إله اللقوع عابدنا طبت النبي محمد بأو خير بدن وعن عمر رضي الله تعالى عنه ما قال كان لرسول الله رسولك وحوها نبي وحولها مؤذنان لبا آذانت في المدينة اللوجيدة مدينة وحاو النبي وحوها لبا مؤذن أو راتب على قوضة تضبطن بان نبي قوي آدامي مناسبة مالين كالسكوية من نقطة يا مكان نقطة يا بمؤدنين دور نبي قولها لكن مدينة مكان لجوغو لبن مؤدن باجوغتو ركن أها وبلال يا عبد الله من المكتوم ولا بدا أوي مالك النبي قوبا بوغدية تقيم مسجد قوبا يهضب أد بوغتان مكان مدينة تكتان وحو آدامي سحابي سعد القرط الأورنجري جيت كان مراقع أما أبقى مليه دو كشق كجن عسان جري ساسا سعد قرض لوجو بحيي واجد دنبنا مركو نبي حجابتي عليه الصلاة والسلام وبر الأودي ذينو آدم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم آذان كبر لينك آدم جري أبوس كبر شيء وسعد القرض ما كهدي له جوجو أبو محذورة سحاب الأورنجري مؤذن رات مؤذن راتب كأها مركا كان الرسول مؤذنان وحلو جدا لبدي مؤذن ركن كاي راتب كأها مركا له جوجو هه مدينو إن أتفانتين بيلاته بلال وابن أم مكتوم بلال إيو إن أم مكتوم عبد الله يا سحابي إن لا أذكرنا إيسا فقال رسول الله رسولك يوحوجي لي إن بلالا بلال صوماء يؤذن بليل
هبيني وآذابي حلا أن صلاة السور دوين أيو آذامية نبي الله محمد لقوا آذامية نصوص كون نبي كعدي بل وحيل هرو آذامية كي تكان هي صلاة الليل قضاء هاي إن أنتون وقاعد إن صلاة السور دو ده هاي أون نقضه أو سحور دونته أو جرجيسو آدم كي شيء فينا أو توصو هذا صلاة الليل تكان هي دو وتركي ببسيسن بوع واسن برارو هولا بدن بو آذان كله هرمانية صلاة الصبح إن بلالا يؤذن بليل هبينم آدم فكلوا اسك سحور طعون الراشين كنا واشربوا عب به حتى يؤذن إلى كآدم ابن أم مكتوم ومكتوم ويل كذا عبد الله رواية كوليه وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أو أذن قد أصبحت لأن إن ضرب وهايو إلى الليل ذواج وابري صاد ويع عضات آذان موسى آذان بشرين قال وحوري ابن عمر بيو اكتاي لكن قاسم محمد ويقائل كان اسكاله هذا كان وهذا الكي قاسم محمد قاسم محمد ان حديث عائشه مركو ورن هي سدا يدا هذا امامك وحسد حقليي هذا المدرجه او من قول قاسم ان محمد بن الصديق عن عمتي عائشه اي حديث ابن عمر باسفن قليي حديث كان سدن أيا نافع با وري عن ابن عمر وحاكلوا وري عائشة وري سو قاسم با كوري ابن محمد عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله رواية مرك عائشة إي قاسم أورينا يوحى الله صعودة ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا مرك لفظي قاني ما لما صعود صحيحين كما كان مريسو لما صعود حديث كابن عمر وحى الله صعود حديث كعائشة من طريق القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قاسم وحجر ولم يكن ماهن بينهما بين آذان بلال وآذان ابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا إنه كان سودك مويه ويرقى هذا كنو كرم مويه بلال با سودك جري كدمنا وحاد بمر جري عبد الله ابن مكتوم آذان كدو سداس اسكو دوابا لغا فهمايا علون وحيليه مداود حيسي وحلو جيدا بلال با مركو آدامو ميشو كو آدامي يدربيك أما من نارد أما مسجد دوشيسي أما درقديه ودواي وكدو الآدام الجريب وباقي كو آنجري أسوكو إلايين لأيه ويوكتي يوابرك يد الله على صلاة مركو إسجد على الله صلاة وردو دهي أما ويد الله عضي عداتو يسودك جري أو ودي جري عبد الله يو أدوه دي إن ما قبتي دي وي عداتانا كو قد أورد آدان قاب كاسي علمدو كو جمعيان لأن آذانك بلالي كعبد الله المكتوم ويكلف غايين متفق عليه وحديث لصق وافق رواية أولية حتى يؤذن ابن أم مكتوم حكوي مت حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم إلى آذان كما قشان ابن أم مكتوم إسكاء صحورته إسكاء عنا واحد رواية كلف فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر عبد الله ما آذام إلى وقت عيد الله عضه متفق عليه إذا حكوا جراء إن آذانك صلاة صبح الله سمعي لما مؤذن خاصة مكة بش رمضان لجوغو وضدكو أي كسر قوستانو آذانك وآذانك هبل ولي صلاة لما قارن ليجده كان وآذانك هبل صلاة واد الله عدل ليجده سيدة النبي وباقو يلي ولما صحابي أكل بدل آذانك بش رمضان وعن عم نعاس رضي الله تعالى عنه ما قال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حوري فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر حديثكم حكت وكه الله يا مسلم مهم أوائل كإسلام كان جرتي دقا أهل كتابنا أها أهل كتاب نصاري يهود هذه سوما يا وإما أنت صوصوا مرايين حقنا أي أفران السيحدان مر هذه السيحدان عن تضم باللوم أقلي سام بيكو سوما هي بلو غور إسلام كنا سيدا سوصون كو أحواش وصوم مري مربا هردك دباديت عن تضم أقلي سيدا سيكو سوما جرين أظن ما أنتو دون صوم أنا هذا هو ذات يقول أنت ما دافورك إيه كان أتير هذا أو أنت يقوص ودهر دايك وقبطه تشمبرر تودع هذا ممنوع بكاية عنتو بيد ما أنا مع بكرتيد مع فوري كرتيد صون كلات كسومي أسكو بحيسة وليس كاسا مركا يهودي نصارو صون كهيستي مسلمين تنا أوائل كورا يكون رفاده إلى إله النصخي سبحانه وتعالى إذن هدي مركا
هبينك مركز عشاء تكتت سحتبا إلى برينا أتساقص وانت أذون صحورانين وحذو إكاتي لقن كادو إكاتي لقن كي يهودي النصارى صوم كودي صوم كأني صوم كيهودي النصارى وحاك على بحشو كلا صاعة صحور تعون الديرة دات صحورته صوم كمسلمين توي هدات صحورهم ويدو أقصد أما أقصدني وحات شبلو إكاتي صوم كأهل كتابك مسلمين يقال إيو يهودي النصارى إيه كالبحان وأجيد الدينية دو علي رسول كيسو تعليه هديك لو أنه ملمينا وحان مسلمين كنا هاي إنان أمدها كسو عنا وحان مسلمين كنا هاي إنان قال كدوانا هاي كدقان دوانا هاي كدين دوانا هاي وأن مسلمين كنا هدانا يقول إسكو مدنقون محاينا كالسو عاد مقعك مسلم بين نقون إنا أما مسلم لموت بين نقون أما معكم مسلم فصل ما بين صيامنا كربح صوم كانجا إيه وصيام أهل الكتاب إيه صوم كأهل الكتاب كوحاوي أكلة السحر هراب الشدوي أكله ووحي هالمر لو فريست اللعنة أكله وحي هذا مصدر مرة دي جرتين وي هالمر وحي اللعنة أكل الليل هذا رشين كذا عنده أما هبطه أما هاي راضو هالمر وحي هذا فريست عنده أي أكل الليل هذا وحي هذا أفك هالمر جلسنا أكل الليل هذا أكل الدويه ضمير كذا همزة هداد قدود أكلت ترى كاف كان الرابطه وحاوي أفجلس هل مروح أفكل الجليو هل فرد وح لقوا على لقوا عنان محل هذا أكله سدا سوي فصل ما أي تمييز ما بين صيامنا كلا بحنتي كلا صوع صوم كان نجي وصيام أهل الكتاب صوم كيهودي النصارى وحاوي أكلة السحر سحور الشدة إذا سحورت إن لعون الله رابطه رواه مسلم إذن واجب ما سحورته وصنة مؤكدة بإجماع العلماء سيد الله شيخ لمن كان مرمنا والله شيخ لكن إلا قتقى معها علامة وين مسلمين يقالوا لها ساري وي وشعار مسلمين ورقا مسلمين نبقى أماني إذن إلا قتقى معه ونكسر حديث كي ابن عمر يكي أنس بوحاكو يمد تسحروا ولو بجرعة من ماء تسحروا ولو بجرعة من ماء بيالا كبدان الله كرديه أنت لا نسوي محيون أفكار كلف كوب قهوة كوب شاه كوب عانا لو رحبوا تمرة وحكى له بس كوسي دي ما ضاد ربطه وحكى له ده ويدو بالبيون كبو سير الله ولا كربحي يكلا سعيد صون كنيو صون كيهودي النصارى ذا باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه أما وما يفطر عليه وما يقول بعد الإفطار وحبابي هاي فضل تعجيل الفطر أفرك إلى الدجيو قبل كهاتو دعه ويعيدوا اللي بيدبا إن درب الله أفره يوما يفطر عليه وحي لغو أفر الله وحي أبها اللي تشعيلي إن لغو أفره لغو أفر الله أبه يوما يقول بعد الإفطار ما كاد أفرته حبضها تمرت عن تام بيها آت كبته وحي كد عيسا لهي عن زال بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبحو لا يزال الناس ضدك كزول مهيا ضدك لقوائي مهيا بخير خير يكسو غيهين ما عجلوا الفطرة أنت يا أفرك ددتشنا يا أفرك هذين وددتشنا وعيدا ما كان الله بصدي عدة دبا أن دربا أفره خير بأنك سوى النايو لا يزال الناس بخير تذكر خير كرمان ما يو خير كزول ما يان عبادي يا خير يا وناك يا سنة النبي محمد هيان إن جدك النبي كنت هين كزول ما يان ما عجل الفطرة أنت أي أفرك ددتشنا يا متفق عليه سنة يرت هذا إن أفرك دربا ببسياء يا النبي وحوله خير يا وناك وي جدك النبي محمد وي الدين تنا هاي سنة طبت بيت صيصة معايا يا لهات كهدور دوم وحياه بان بار دومي تذكر بين آدم كدين تس هل مالك ما دقاقة واحد أهيت هل مالك ما حبسي بن كرتيد سيد مسك سبحان الله حبسي بتاع إيه تلابة تلابة لغة تجا شيء شيء سير سير بلغة سيبتا واجب سنة كتير هذا أنا واجب بعد كتير واجد الدين تربى للجلوبية رأيك قوس هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله واجد ذنب آخر الزمان كما قال الجار أنت مركز سنوين كلا إلهين أيه دين توقعن تايوه سنوين كذا تكذورة إلهية واجبات كمال بيصارون وعن أبي عطية مالك بن عامر بن مقعس الله يده هذا الهمداني قال وحول تابع جاس دخلت أنا جا أقل ومسروق من الأجدع سنة تابعي ريكو في قيمة بنا على عائشة أقل لي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأنا بوقني
وانا رقي وحصوب ارضي مسروق ارضي خاص عائشه تربيه زي فقيها وي. فقال لها مسروق حكوي له يدن عائشه حكوي لي رجلان لبنن من اصحاب رسول اصحاب محمد محمد حرتي سيئة صلى الله عليه وسلم كلاهما مدولبا كلاهما متكستو لبدا صحابيه لا يألو كما قاسره عن الخير خير ليمات كما قابصده كما هوس دعوي انه خير كود دالي وافيفشو وحاوي ارمبو ربعين وشيغو منا فركو دجيا سحور تنوى دبدغا منا سيدا ميالو كيبا سندي هايو ربعين ويداد مركو حدي دي نينكا سحور تا دجيني افركنا دبدغايا ان لغا فهمو اما لوقات انو يعني نسي سبان خير كو في علي وقابس بها تيبو دي رجلاني لبا ننو من اصحاب محمد حرت نبي محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما مدول با وياك لا يالو اي لا يقصر كما قابوت فلو كما قابيه كما قاسرو عن الخير اي عن فعل الخير خير كانه سميه حصي يشاء احدهما مدكوت لبدا غودات يعجل المغرب مغرب كوبوبسيا ودجيا يا والافطار افردبا ساده يعدو دحدبا وافرا ونتو كذا والاخر كلكلنا يؤخر المغرب مغرب ودبو دغا يا والافطار افردبا كيبا مركا سحن فقال عائشه وحيجري من يعجل المغرب والافطار كما ددجيا مغرب كي افركبا قال وحور مسروق عبد الله يعني بن مسعود عبد الله باسداي ابو عبد الرحمن الفقيه فقال الوحيتر هو يدين هكذا كان رسول الله يصنع سداس نبي يلي جري عليه الصلاة والسلام إن مغرب كم العيد مكة دعذبا لتكذو أفركنا لغسي هرماريو أي نبي سمين جري رواه مسلم قوله أولي تابعه لا يألو أي لا يقصر في الخير خيرك مقابيو كمقابا وطفلو هبسان معها إن هبسان معها وأن خيرك كود ذلك لكن هل كاسي أقوان تدكتو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كجر انت لا تجين ان نبي سنتي سلوكو دالو وعبد الله انه كود دالي جري صدرت النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن مسعود عهدي سي سدو كدقمي دينك اوغو دقمي اوغادا ارضي النبي وحبر ايغو يرير وتربيه وي تضبات سوره كقاتي نبي محمد افكي سكالبحي حلو اصغ النولانا أصوغ فتوانا يينا كتابك القرآن كفقه سننك يقان من نولي أفقه الناس بكتاب الله بقاء وادن بها حرت كذبة تميدي من عباس للاسو ترتنسيان مويري مركو أصوغ نولا أو فتوانا يينا لقمد بهال جن في فقه كتاب الله أصحاب تردنا وحي أوقلا يين أون فهم ككتاب كأصوغ لمركو أها أقا قراءة ذيها ولك لو يرقبك أقف يعني أبيه كميدي هاي فرق بين فقه الاستنباط إيو فقه القراءة وكالدوين وذات كاس مركا سنة كد ذلك يسئيو خير كرادين تيسي انتان لقارين بوحاكو لو كجر حديثك هداد داري انتو لبو ذات اما مسلمين تقيبا كم اذا ان سنة النمح يقال مرسيهين ان اتروح يا كاقون رون اما آل اكتها ينو حكها يا آت كير دعوين كرتو سير هم مقال لما او قبن نما لبا شيخ بان لا يمد كود ساي ساسو يالا من نسلو يالا شوخو محيكولتا حلو سي واحد الله صحو حي المبادئ محترمه ومقدسه ودين كنا ضدكم بنا ادم ويوا خلطم كران واسموتين كران ويسون مسيكتين كران ما خلطم وقال لي مركا اظن علماء درينين باوعا اوكي سنينين الا الى دنت قود الدينيه ومهم جدا لكن انا قاعدين الصومالي النهاي ضدك اي الدين توحينوه الريه ضدك إن لقدريو يقوح لور ريبو أيها الله إلاليو صادرت يا دي دين كسيول بالله وخل دمو هذا وقح ناقب ما هيان لكن وذات ريركو ده ده تابتو هم بور بيكاك عين هيان نغان قد واسدا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا وحوجي أحب عبادي الضوم بيدا كو اللي وجع لي الي حقا يقن وجع لهاي اعجلهم فطرا
وامدك وافر دك دك بدن الضمي وحنا وجع على هذه صون لجوه الضون كافرك ودك دجا العيد مرك دعذبا افره أحب عبادي إلي الضمي ومدك اللي وجع عليه وحاو يعني حقيقة أعجلهم فطرا أي إفطارا. راه الترمذي وقال حديث حسن غريب غريب وقدره سيدوك الحديث وحا صحيح يا ابن خزيمة في صحيحه كذلك ابن حبان با صحيح يا في صحيحه مركز سيداس أيون ترمذي مري وذلك محقق وسط وحولي هاي سنة حديثه هو ضعيف حول وجه ذا أو كورا وذاد اللي ذا قرة من عبد الرحمن المعافري با كجر حديثك سنة كيسة أو زاعبة وري حديثك عن قرة من عبد الرحمن عن شاب الزهري عن أبي سلم عبد الرحمن عن أبي هريرة مرك حديثك ما كان لو وريجيو وحكد الورق مداره وعلى قرة من عبد الرحمن المعافري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وذلك مرك قراء أي اسكو خلاف المحدثين تو من ضعيفة مسوان ثقة أحمد إيو وذلك الليلة هذا أحمد حورنجر ومنكر الحديث إنه حديث معين أجد على غيابه ابن معين أسوي حول مرنا وضعيف بوري روايات كان وحول واثقه أبو حاتم الرازي وحول ليس بالقوي وذا دهس عدك هذا شيء أجهري أو زاعي أرضي سخاس كا وحول رنجري ما أعلم أحدا أعلم بالزهري من قرة أحاديث الزهري هي حالك الزهري إمام كارن إن كي قال نقر مجرو من أجي وشهادة أذوين وي حديثكم وحديث الزهري من طريق قرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة توي المهم سيد الراجح أنك وانين ثقة هسا آتي أحاديث أزور كوري هو فرباكو جدا وإذا دام حديثك وضعيف كورنية نينكا سيكون لجينين ترمذي ابن خزيمة ابن حبان كسعوديين وحيليين حديثك ومن فضائل الأعمال ومطنير وذات كنا وذات في اللي تمه انت ركرا ولغ قاتين وانا قبان كرا صدرت ابن عدي وحويل وان بار أحاديثي سه فلم أرى له حديثا منكرا وأرجو أنه لا بأس به حديث رمبان كسمي الدبقل حديث منكرا ما بوري ننبو أصونا ولا بأس به مسلم باكوشا في صحيح يا صول وكل رنيها عم حارث من كتب رنجرتين ابن حبان وحور ومن ثقات اهل مصر حديث كان قد يجي سنه واول يا صحيح سكوسو ساري يعقوب الفسوي وحور عداده في المصريين وانا الثقه ابن حبان باو صحيح ابن خزيمه ترمذي وذا فسوي ابن عدي مسلم الحوجية سولة في تركيس ورقها هلكا سيلمرين ابن عبان ابن معين الرواية للثقة أو زاعي هلكا كمري انت وحادير ولا متابعي محمد الوليد الزبيدي با متابعين وذات كان قراء عن الزهري عن ابي سعد عن ابي روي لكن متابع هذا محمد الوليد الزبيدي سند كذا ضعف با كجرة هسا اتي طريق لبات بحيث كله من حديث عم محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن عن ابي هريره عن رسول الله سيدا ما كان راجع حديثك انه سوغن يهي با حوق بدن والعلم عند الله سيدا ترمذي بانه كنت دينينا اذا ان حديثك طريق لباد اولي في عن يهي وحان كرهت قادون كاوغان وذلك عقيلي اها يا ضعفاء الكبير كوكين حديثك وذلك قروك ايديي مركز وحيولي ولا يتابع على حديثك ان قرر لكم الراعين وهذا يروى من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا حر حديث كان لكن طريق له أو كان في عنبال لغورية شهادة مركع عقيل وشهادة مهم جدا لأنه جراح نقاد أو حديث كسك الله الله ديه لبا هايستا طريقا هو يرى لك وحينوشي حديث كانوا طريق كلا ليه يا هاي ترمذنا حديثك هو حسن هدوك ويدا هذا انت بدان شواهد كالو وحكو صحيحية مركو غريب كالرعي ولبدان يا هاي ومركز وفردي انه يا تلماما موجين سيدا كانوا كلي المهم حديثك واحد الصغر معونة المامية شواهد هراك وقف لنا ان افرك الذي دتشيوه ودينة المسلمين الهي رسولك سنة ايش حديثك سعد اتصوم مرتين سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة كاغفلا حديث ابي هريرة كاغفلا لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة عجل الفطرة فان اليهود والنصارى يؤخرون
war afurka dadajiye yahuudi iyo nasaara dib u dhigay idinku ha u dhigina wa an umru khattab radiyallahu ta'ala anhu qaal qaal rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha aqbala al-layl habinku hadu kiyimaado oo kasoo ragmado min ha huna haqabari qoraxu markay dhacdo habinku xagee kasoo mugdu xagee kasoo bilowda bari bu kasoo bilaabanayo qoraxdu kasoo fogaatay iftiinki iliskana wuxuu u hoyanaya galbeed إذا أقبل الليل هبينكو هدو كسر رمضو كيما دو من ها هنا حق بري وأدبر النهار مالين كان أكدب الجيديو من ها هنا حقا قلبيت وغربت الشمس قرحنا أي دعضو فقد أفطر الصائم شرعا ننك سومنا وابا أفريبا ننك سومنا وابا أفريبا يعني هذا اللي نصومك صوم حق أبو قبته هذا وحنيدي سو شيء شروط الصوم كم حياة هاي الإسلام والعقل الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والوقت القابل للصوم هبين صوم ما قبته صوم مال أبو أصحى هبين نبي هذا تنوان صوم هاي أظن بإزدالي هبين صوم ما أصحه هاي إلي صومكم مال بالوقت هبين لو ما تلاقين وغرب فقد افطر الصائم كي صومنا وافر شرعا مركاد شرعا بو افر كهدجي متفق عليه وعن ابي ابراهيم عبد الله بن ابي اوفى الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال نبي قال حور صحابي وسرنا مع رسول الله رسول كي بانو لسوني سرنا هنا وحكى دغنت سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد بن لسفر وهو صائم اصغر صوم روايه كل بعض يصيو كنا مع رسول الله في سفر في شهر رمضان نبي محمد بن لسعني صعدال بالرمضان كسؤال وكسو باقمي فلما غربت الشمس قرح المركي دعضي قال لبعض القوم صحابة برك النبي وحكيري وانا بلال رواية ابو داود بعد يسي انزل يا بلال بلال وكد قاديد كو فجدح لنا نوق بورجان كو افر اما شربدي مشاري فقال لبعض القوم صحابه اللي سعته بركو النبي وحو كيري يا فلان اي يا بلال فلان هو بلال روايه العديس بلال انزل دك كدق جديدك فاجدح لنا نوق اجداح وحوي باشي بورشكي تقانين بيها لو قويسن جن اما عانه اي صلا قمديده اما قليده اما مصيركي وحا نوعاس وكلال مركو روا لا سولولها هي مركو لا سولولو ايدو غدان قد تقانا أما ولا يربى بعنا يا كدبنا ولا شيدي وأبو ضبس المركة أما عانا كوقوش كوقيسو أما بيكل كدرسو كرجل بيت كبصي إلى هذان هل قلنا معاك إلى هذان يا كتب قزا كتب قزا وهاول كلام من اللي يا ما بشاهد من سبب شاهد يا رحمة الله محيدي جري حبا شو ذا بصمة هين وات ماذا فانتي بدر كان عادي قليدة اما قمديدة اما بريسكو كلهم با للسلولة هيا ما كلا سلولون با للشيدي بضاد عصب السل بعض وضاني مركا الدكتور اما بيكو لبت كو قيسا اما عانو كدينو وضعون دبك اقام بانو كاسا الليلة دا سوي قاسوي كاقو انتي سيو قوشيدي سا اجداح اللو جيدا انزل دغو فجدح لنا نو مشاريد اما بورك نو دياري اما شربت نو دياري فقال يا رسول الله بلا الوحي النبي الله لو امسيت نبي لو ما يورك اي سعد عدي افتنك ولو موقداي بلا الوحي قات انت افتنك قلبت كم موقدو ان لا افوري كريم نبي كن وحي شيخ روح هداي دعدو افتنك بنان كا جوغي او بنان با ات قروح هداي لي دو لا افوري لو امسيت النبي الله هذا داد قلبيسن لاي حوغو هداد في ثن لهيد بو جدا او يركا النبي الله قال النبي خوري انزل وردك بان كوريو فجدح لنا نوقو بورش قال وحوري النبي الله ان عليك نبي الله افتيم مالن بويه ودراري ان عليك نهارا مالن با النبي الله كهيو عوقات النبي ونسو سفعا افيرن لا سقا صلاه الى الانتيدي ايو هولها ان دفيقنيدا اسا لو اوغا خيلكا اسا هيي هو النبي هو شاد كوب ست حمان كما هب بلال قال النبي حوري انزل فجدح لنا دقوا نقو بورشك قال حوري فنزل واد دقي
صحابي بلال فجدح لهم حقوقي سويقي بورك بودياريي فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شربت عبين ثم قال وحوري بلال ومرك هذا لا قرميك سوف رسال لي بس لو كان مقنت هي اذا رايتم الليله مقدقي هذا رقتان يهموك قد اقبل اسو كيمت من ها هنا بري فقد افطر الصائم الصوم نك صوم روا افري ما في ستي ما قلبي ستي افتين با مقضي واشيك برلي افر بان كوري واشار بيد النبي عند سبرك وحكم دار مرك لها اذا اقبل الليل منها هنا النبي اولها قبل المشرق اي جهه المشرق حق بريم نفط فرتك فيق ساس يري بري هذا حق بيجي جراي حاول حق ما فيقها يا شو طيب متفق عليه قول اولي السحاب النبي يقول اجدح بجيم جيم بالاخرين اياه ثم دال دال بالاخرين ثم جاء ثم حاء مهملتين هي حاء دبعي لهين هي دال دبعي لهين اي معنوه وحاوي اخلط السويقه بورش اما شرب اما بضض كوكو كله بالماء بيو يا لو تشيده بمعنى وام حي سلاس النبي ورقن اولها نكو قلت منه وكسح الشري عدعيده بهدي دعوضه بصوته هوريك افر دي بدوك وخلق وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله تعالى عنه عينه صلى الله عليه وسلم قال النبي وحول اذا افطر احدكم متكين هضوء افوريو فليفطرها كو افر على تمر تمر جنس التمر بلوجيدا جنس التمر بلوجيدا روايه الترمذي فليفطر على تمر فانه بركه النبي عليه الصلاه والسلام يقول كوني دور بغل سنه كور بسدايري قل يا هذا الراشيمه كو تخصصي هولها دبا قال اسلام با وحي سو حقيقيين روح باهن وحو افك ساره وحو اوغو قيمه واتمر روح باهن وما تدن صومنا ومن بادي بيبا ان تابنين وحو كو اف بلا واتمر باوغو وراكس نبي غنا كوني دور بقول سكر بويدين شيغي دختر يا طبيب الله صوت دريبا دختر دينيت بوها مسلمين توحي داوي عام دبو جيزن حق عافاتك النبي الله باكي الى لي وانا كدور ايغا فليفطر على تمر تمر اكو اف بلا أكو أف بالوضوء أيضا دور حبها كتابت فإنه بركة سيدي سبا أضو مركب باهي بدن كهيسي أما قاجزنا شيطان عن لومد دوادو شيطان عن لومد دوادو شيء آدو قبون لومد دوادو شيء كرول أو بسباس وكان لما أقمرو شيء معان بأوغو في عن مركب باهي بدن كهيسو شيء معان ونشرانا تمر بأوغو ونكس أو شاول الله بوي دبو بارا انداك لقادة فإنه بركة فإن لم يجد هذو روح التمر وسنهلين فليفطر على ماء بيها كبل حلوش هقوي فإنه طهور ونظيفية بيه نبي التمر الحكري فإنه بركة وأود تمرت مركة صاو عنتبه أود بيكو قليسا سعرات حرارية بضم بيليدا أندرتي بضم بيليدا هاي حلوش قوينيسا حدمها واوين قالون ك هي دبك كانت داوي اوتاي سنكرت كجرتي معانك وا طبيعي جيركا وباهن ما كلا اسك بدي يي دباته كينتا اما لو دنتا با ودانا واي ليسي غوسرد هدل عنت مال غابا غلي وخ ولبا هدي حد كيس لا دافي خطر بو اسو بدلي هذا تمر ويدو بي على شو قويه خدمه قويه حقنا انكو وريمن انكو ترقين بالا ربا فليفطر على ماء اذا تمرت النبي وحو كيدي بركه وي بينا وحو كيدي وا نظيفي شركة قوين بيوه حيد مهنا ونظيفين علاش اسكو دكتي ما انتو دكري سي بخار وكب حي يقيق ولا يقبو تشنيس فانه طهور نظيف وقبو تشي ولا كدويا رواه ابو داود والترمذي قال حديث حسن صحيح وعن انس رضي الله تعالى عنه تمرتا ان لو افرو لو بلو واجب ماها وسنه مؤكده تمرنا مكم وليها جنس التمر بو جيدا ما كلا قاي مركا رطب هي بلحي هي بصر هي تمر تعادل ما كلا قادر حديث كذا بقى فاين دون هذا هيلي كرتو تمر وحات كقبل لابن رطب كعردن ك تمر تيع يعود ك أياد كوب لابريس ما بهاي سد ده أنا هو تمر نوع بحدة ميلا سلقة سو وارد هاي مدان هذا له شاب ده شيء لكن هذا جوكت ميل رطب لقيه رطب كافي عن تمر هذه رطب لواي مركا أم بات تمر تواوين عنيس إن أي سنة هاي بإجماع لسوق غورية تمر ان لو افرو لو بلوده لكن من منذر في اوسطي وحوي وواجب شافعي وي اولنا وحي دهن وحو جيدا واسنه مؤكد كوضع
ابن حزم حور محلها وواجب نين كان كؤفر تمرنا وعاصي دنبيلوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قد قال لبي تمر نين كي هيلي كرون كؤفر فقد عصى أبا القاسم بوري دنبيبا اللو قرائيا وواجب مرة دي الاسكوة يواسونا مؤكدة يواجب تمرت إلى وجود دالة سنبت بادنه. وعن أسمع رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر نبقوا وأفرجر قبل أن يصلي إن سنتك ننكهر على رطبات رو رحبوت مرو عردن أيوك أفرجر سو أنتك نن أفرك الله أرمرين أي أفر يربو نبقوا أفرجر كدب واتكنجر سومالي دو مركة قيونا رقم بحيليه إنه أيضا الله أفرين بس هذا اللي تتجيه قدمنا الله أفره قلنا وهذا وحيب الله بين انتي باش الله مرح اوصفي عن لو عشاي انها دلالة تكوذو تارا صح ما شغل عربيتك ما فيه عربت وضاق نازي لي يدونكم مركة مخرب كتوكتان هوش اللي قوان لها بأيوه هرم رسدان با كدب من عشي بيسي آلها يا لين أفرون نقول هاي متر مركة سيدا اي سومالي دو بدان تايدا صحا وعيارو مركة تمري بيئي ايو سمبوسي مداسي هلا قنينو وحي ضمبنا قدالها الله وردك تكد من سادة هلا تكذب أفور مركة كي الله ورنا يدادك مسلمين تأفورية أجر كرهات ثانية وذات كرهاشين كو كريه بريس إيه هيلي إيه مرق كود ياريه سفي عن كود كو أفورية إيه تكتئ إيه متك بي عقد ياري بي حبات مت كود بكي كو أفورية وذات بدو حروب الله أفورة نين مسجدكم بكشة قيستا عقد ياري يروح لور ده يا بي يتمر وقيبر هيا أنت هسي حرت أفكر ده فهدون يقول لك تجي عربتي ووينيد اللو كلب حي بي كده فرايا وذات ده كيبا أفورية منك إصبار ده مسجدكم ده كتيبا أفورية مسجدك حافظ ده كهول هيا أفورية عرفي أنو نينك حافظ ده كهول هيا أفورة كان لف تركيزه أجر بنجه الهيا بحلان دي عماي ما يسفان فرقو سيدا سوي كوالا في جني ومساجد حول لكيني ماي حوش أنا وخطر ويه روح مسلم وصومن وعومن وحتي ساجر بات كيليس نبي قال لو يدنبي الله محاصد غوفات البدن سقيو ماعين بيالله سورابيوه وكفض بدن مجرو بركة أجر بدن بدهلي لكن مسألة أفرنتا ما كانوا كهلا إنه تاسع عرفعة فإن لم تكن رطبات هدي تمر عردنا اللوايون نبي مركة وسوسن هلين فتميرات دور حبوه تمر نبي كافر الجري فإن لم تكن تميرات تمر هدي اللوايانا حسا نبي حكبن جري حسوات من ماء دور كبشو بيئة هدي رطب له عردن كاسو كافر الجري هدوه يتمرت عادي قد قدنا تقانان عادي إذا هدوه بيو نبي كبن جري سدا سهوش سودة بطالله رابط حسا وحكبن جري وحسوات كبشو ينو من ماء بيا رابط دو الترمذ وقال حديث حسن إمام كحو اللوبة كتغي بابك قيبت قدن بيسي سوما ركتا فضو تعجيل الفطر وما يفطر عليه وصوشي أدلة ذي وما يقول بعد الافطار روح المام الشيخ روحي افر روحي كد عيسان لها موسى الشيخ النووي باب ما يقول عيسان انا ايه مردك انه حديث تصا هيا مرك الله افر روحي كد عيسان لها وانا سو ترجمه استئمامك لبا حديث باباب وكنت ميدو مركو حديث كان ابو داود يترمد وريان باي دبادي خاصه ابو داود با دبادي حديثك هو حديث واكي حديث ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى بورنجر وأنا حديث حسن السيد الراجعة هذا ضعف كل شيء قال لك السيد الراجعة هو حسن دار قدني ما شيء يا أبو داود بغي يركض أرجع يركض تقيل نو مركو أفرو أما تمرت أو كو أفرو أما بيها أو كبضه حورنجري ذهب الظمأ وأنك واتقي الله قاضي وابتلت العروق حديده حدمه واقين وثبت الأجر أجر كان واسقنا ذي أن ما أنت صوني إن شاء الله تعالى حديث كسوى سقنا يا سو من مرسلة وأسوى ضعيفة جرة
ومن حديث أبي هريرة أن جعلها أسونا اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وأمر ضعفي كتر حقلوا الله قسوا النبي قال قوري ورنت اللهم لك صمت الله وضعن كو صومي عدك لأمس من مانتا وعلى رزقك علف كيبات كذي قدرتين أفطرت وأنكو أفري حديثك ورمك دعاء أساس وكان دعينك كلي الله شيغو أفرك أكتيز الله شيغو هل حبك ما سكنه كلها ضعيف وي حديثك كلي الله يا أوسوغان ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى انت سوما يقوله بعد الإفطار أم عند الإفطار انت سكا غفلا. باب أمر السائم بحفظ لسانه وجواريه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها وحبابي هاي روح صوم إن لفره بحفظ لسانه عرب كسانه إلى شطر دورته وجواريه حبنه سنة وكردور حماها مكردوريا عن المخالفات الشرعية وهي أبا شرعي أن كون أكسنين شرع خلاف كأ أيو كبا أقسنيا مالك صومنتها عرب كذا يأدم هذا بك إلى لحمها يدني دنوبته يول مشاتمة عراتا كي الله يسعي الله يسكو أفلقا دودو يول نحو وحلها المال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم حالين صوم رينيه صوم كيني مكة لقار أما مالك الصوم رينيه مكة لقار أما أو أهاد أو تصومنتهين فلا يرفض متكين يوسن عن تربق شيئا نو هذا الك هذا الضمرات هسك إلى اليوم الضمر كواح لقوش غاز أما لقولها الله يقولها الدماء يجي شاب ذاك سابسا ولا يسخب يوسن قيل ينومر إيا قيل يا قاش تعنا هسك إلى اليوم فإن سابه أحد من هذوك لا عرات ما أما هو حكش يقع أما هو ضره أو قاتل أما ولد قال ما أفي أدم بكلا دق على ما فليقول كيس من هيدا هذا إني صائم وأن صوم من هيدا بسدوه يسون كسا إلى شدو إن كان سكا خربني هكو ضيان إسك صبر إني صائم هيدا هذا بلسانه أو بلسان حالي لا بد أصل إسكو هيا بلسان المقال ميات كده وربلو أروى أن صوم من ورداف ورسون كايجا عياري دانيو عيد كلا رهات أن صوم أنا إمياد أورانيس مسنية ذكر هو إذا بسنا لبضبة لسان الحال لسان المقال با والله شيء جمهور لسان الحال هاي بأبنائه متفق عليه وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع روحا كتجن قول الزور هذا الكبينتا وهذا بينتا إن كان إسكدي نملك سومية يوال عمل به بين أنه كل رقم أقدانته فليس لله حاجة إلى هيدن كمالها في أن يطع طعامه ويراشينك كتغو وكصوم وشرب عبتا وكصوم صدرت جماعة من السلف وعيدا بينتا حنتا رفيان نمضى وحيبها النوع عاصر لن إسعيد أفلقات كل سنك كبنية هدو راشين يعبتان دبنها ضمر يدون تضو سنك كبنية حمانتنا كدرن بيده لكن حال سكوا فقسن يا اي دروب تنوع عاسد قلي الصون كان يدعو عيان بل اجر كباب بين ايا من لم يدعن كان كفغان قول الزوري هذا الكبين تاع ان ربط اهين يا والعمل به وكو دقم او سمي اسقو سومن فليس لله حاجه الى يدن كمالها في ان يدع ان قطع طعامه وشرابه حال ما حين صوم مري الى هي الصوم كان اسكله وانا اجزي به محايلي اظنك أظن حوجتك عنتدي سي شهودي سي بيس من أجلي أظن صوم ما ضل على تميس وبنت دل دليس وما دوس كد رئيسه طبعا أنا ذو حوي كتوس إيزا ألا درت من أسوه من أظن كلا أتكلهي صادرت بإله كب حيا قرب كذا إله دن كاملة أما قاعد يسكتل أما أني هرط قل ما ضي كوت الله إلا نوح هذا صوم بما إيه مركز صوم كوين لا إله اليوم رواه البخاري باب في مسائل من الصوم حبابي هاي مسائل أحكام خصاب صنصونك ومحاكمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي مدكين هدوها المامو إذا نسي أحدكم ببعض النسق رايان يعني لكن رواية صحيحين ما يسنكو إيمان بلان كيت بعض النسق بي لكن كنت ما دا سدو وذاتكو إطلاقي ماها وذاتك نك اللي دا هدو ماهر إذا نسي أحدكم متكين هدوء سلما مؤو إنو صمنا بهافو وفأكل أو حنو أو شرب أم أو حبو فليتم صومه صوم كسر ما يسترد هذا صمنا بهذا سلمانتي شابت كعبت عانا بهذا كدركت
راشين مشي الله بعد فضل قات إبر كدكت مرضا بعد حسوت عضو درجي بعد حسوت مر أو استكين باعستا إن الصوم مريت نبي حلف لي يتم صومه صوم كسر ما يسترد معايا لي فإنما أطعمه الله وسقى إلهي با ورابيي أو قودي أو روحاسي قودي راشيني باتسي يعني صوم كوحد جبية وحا شرط أروح نوقسته عند بعض أهل العلم فلك كائمان في باب التكليف ما كان مرينه خطاب الوضع كما هلينا تكاليف وحبها التكاليف تا وحلو شرط يا القست إلى الشيء روح عن هو قست إنه أفر وما قست صون كينو تبين وما قست وحوها المامي إنه صوم منابا راشين كينو عنب وقست لكن صون كينو تبيه أما أوبري أو موسى قست مرة دوها المامي أحب الله ما هيستوي أحب الله ما هيستو فإنما أطعمه الله إلهي بقضي وسقاه ورابيي إلهي بقى الله دوني ويأدون كاس صون كسنو إنه لج أجيرو حق النقاشي دي بايد وسكتيرو متفق عليه. وعن لقيط بن الصبر رضي الله تعالى عنه قال: إذا معنى وامحي هلمانكو مبريو وحلمانكو كي مادة يا مع بيتانا مع عنتانا وحاوي صون متشبي. وإذا دو حيدا بالكور رمى قال مضى أيضا ضل سلمان. والحيدا قال مضى سيدي ما لا كنت مصوبة تشبينيس. محاجر قال ما الله ما بك ريدي. هدو أصوب الإمام إسلام تسوي هالمامس. وذا ذو هذه المانط قضية سواح الحيد سواها المامي وهول وين اللي هالمامي كان اللي مقدمات هؤلاء كوه الرجيدة بيد دفل سيام قادر هش اللي قاده وقال هالمامي كرا لكن هول شاني وهول وين هالمان مجال وقت وحال أداء لا تدع ذاك ورم وذا دالو لما وحيدا وحول لمدي الرشين يعبتان بول لمدي هاي حال اللي يسأله من دون كرنا محمدنا مشي إلهنا مشيقين وحاضها إيسان مركات قلمة وقياس قضان إيسان عنطي الراشين وقياس الأقلد على الأخفي وأنا فاسد الاعتبار في الأصول لبشي مكلس قياس قضان أيو وحا شرطها إن إسكم مديهين أما فرع وحب بدنيه وكدرنيه كالي هدي اللي كاذبة ويسج بيسا صحاريس كدامان لنا وركيت هذه الدقائق نينك حق در حقود النار بقليا اسكدا والنينك مسلم دينار أصوه واجه النبوة وديار يعني اللبضة الشيء اسكا قياس قادا وحا شرط إن اي علادة كسميهين أما فرع الدم بين مقيسك اي علادة كحيو بدون تواصوه كالكدران يهي مركا لكن قلمو هذا كدكتان فرع راشيني عبتان هذا كدكتان أصلكم مقيسوا عليك وامحوا قياس الأغلدي أما قياس الأشد والأثقل على الأخف والأيسر وقياس حيث فاسد الاعتبار أما فاسد الوضع وهذا الكلام هذا مسألة قال كتاغين حق النحاريز ما دام راشين يا عبتان يا هولها اسمي الغش والقرآن كوضها الله النبي يقول كوضها الله واسمي البن مرنا دابا دعوة إيه هل ما وحكودعه هل ما وحكودعه أنا هوشة ويا ذكتها صدرت يذبي فقاد وكان نقاشين نينك لغو قصب قلمو دم بيه اللغو قرأي يقول ايه كان لغو قبتلي يا دادا قبضن كفصاني شان اسكو بربرا كاب حيس ايه قبضن كفصاني وقلمو داي مزاني بيه محال قصمين هاوش بيه كان نقاشين قل ايه وحيد ايه وحالو حتى هدي اللغو قصبو حتى كيبه اللغو افري وكم مكرم نين القصبون عبصان هيا ما بسود ديار جروب كريدة هوشان وحبوب أنت حسابك كله ننعب سون الجرير هيو آكل لغو هيو قوم ما دخل الله بحابي ده وين ده كلا قادة مره ده هوش أصلا هيو نك ما بقى صبناهين واسدوا الربينك سو سعدوا هي هوش أمرك الجماعة وكده ريا ما لا بدون فقيات كل كده وين يحكي هولا كلا كده وين أنا أقول لك أن قاشية دمر كما دمر كيو ولا قصب كرا وأنا يقوى مكرهين ولا درقي كرا ولا قص لقصب كرا ويكره واقع على باب كل مكان الله مري وحلقها الله يو وأنك أباها دين بي ضبك على أباها وينك لقى النقاش هذا
وعن لقيد بن سويد رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله رسولك الله وصحابك مسائل بدون نبي ويدي وقيب كميدة وكسوقات الشيخ وحديثك سوى دار نوال وريا سنن كي مسانيدة سوى قاب نوال ورشا قلت عن يا رسول الله رسولك الله أخبرني إيقور عن الوضوء ويسح حكم كذا إيه هوله النبي الله إسي قال النبي حر أسبغ الوضوء ويسدك حل يرو رميستر حبنها يويسد ميلها بيها مرنة سفي عن وحل يرو رميستر وخل الفلنقوة بين الأصابع فرها أنت كده حيسانا فلنقي وساق عن تمك الطاقة فرها ساعد أو فرها دحض ولا فرها استين بيزقلي ساي بيو قران دحض وبالغ كحلر في الاستنشاق الصندارسية بيها سيف عن سانك وجوتشيت ميل فوجي في فينا صورده إلا أن تكون صائما إن الصومان تايم موي ده الصومان تاي صندارسو وبيها سانك لكن آلها وجيدين صم بعرر كنت دافان بيجودها قال يعني دون تقول رجع يعني كدمنا والله قكرتا صون كانوا كاتش بكرة رواه داود والترمذي قال حديث حسن صحيح مركو حكى صوب بحي هدد صومنت يديك لو ويسد ولا و خيلران فرها ولا فلنقين وسيف عن مقعنت لو دقي ولا سندارسن ولا لغلقان لكن هدد صومنت كو خيلران ميسد لغلقشده عفوا سندارس كل كو خيلران ميسد وانا حديث لو دليشدو سد درع قاعده ليلادو وحبها كيني كرا ديبات ان لغه هرتغو نبي و خو هرتغي وخ سونك جبن كرو ديدين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لوحوها هل كان وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فقالوا متأخرين ويكفي وحبي كرم بشونه ويكرده هذا مسائل فربضون اسكرده بضان بيكرده هذا إلا إيدا هذا ما قد صومنتها قربئي بيوب اللي مقلي كروه اللي موقع بيسنكره أم حاجرة سقالك الضلول مثل كميدو بيكاقلي كرام بيدين هذا مسقال ضلول بولي هاي سألك من يقول لكن يا صديق بيو كاجلي كرا فهؤلاء صحبك مجرى أيضا شركة أما سقال دولي ولا أما سدية ديالة هذا يكوت الله هاو شاسي شغلكم لها الروم ما قال في تركيسو ويديدنا وحيدا ما كذ رومين يسود صومن تاي هذا وحي الإيراني إلا أن تكون صائما تاسي أحكام بدن بي الحاقين وكذب الجيين ما أخذكم أمرك وحنقون إياه حلدا استنشاق اي قوه كلمه اسكم مد ما سوى كلا دوانيه وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت هي وحيت لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه وحاليل جرو قبن جري الفجر وقت اد لا عجر صلاه الصبح اد لا عجر وهو جنوب اسو كجنابه قبا وقسل قبا من اهل ريركيسي اسو حاسكيس او غلمود ان ولي جنابه كقبيسنين يا مرك قرت وحا دعي جرتي ان واغو نبي او بريو اد لا ثم يغتسل وميدان جري بعد طلوع الفجر ويصوم مالا كان واسوم جري معنى مركه وا مخاي جنابه كولا غادئ وابري سونك خما يشو هداي غلمد ودعداي اوقت كهور اوقت كهور انت انا صاد دلعن كهور غلمدي اهيد او قبيسكي كداهدي و خليس سونك دا كو كيري مايو حديثة المام يسنن نك وابريست فلا صوم له ومنسوخ بإجماع المسلمين إجماع دم بين مركا خلاف كورنا وخلاف لجس وتقوم متروقة أدلنا كل سنة بهذا قرقة الشجع وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها قال وقال تعالى بدأ حدا هو يمكن مسلمي عائشة كان رسول الله رسولك يصبح كي وابريست جنوبا أسوق الجناب قبة من غير حول من ريانا أنك جناب قنيم غبين أنك جناب قبين ثم يصوم ويصوم يجري يعني وحال وهو جنوب من أهلي بين لم يتاي وهو جنوب من أهلي وحد عقلت إن جنابه أي تاي ريو الريوتي مركا أو بيكاي مادين ما وحيكو دين هو يوينكين أصوه حاسك سوء قلم وانوري قبيسان يواغو بريجر مركا قاركوت ثم يصوم مركا نوصوم يجري متفق عليه. باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم وحبابي هاي باب كان أنقض الرجال وحبابي هاي بش محرم يزكل ليلة هذا يا سنة كإسلام كأقبل الله وضوه صون كذا فضل يكتره يو شعبان بش رمضان كهر رئيسة يو الأشهر الحرم بلاها حرمة أفرطة صدح إسكو حكتئيو متقولوا أتاقن ذو القعدة ذو الحجة محرم صدح لاسا إسكو حكتا بيش أو تقانان سيدة تال يعرفوا يزكوا صدح ذاس وأشهر الحرم اسكو حكتا من رمية وجاهلية هاي وإسلامي بأليدي أشهر نوشي قحوري وأربعة وأشهر الحرم
ثلاثة سرد وواحد فرد بور أي لكن هذا ما بتغوش وحور أفر ويبلا حرمة له ثلاثة سرد صدح واحد دابور سنك يسكو هيسا وواحد فرد ورجب رجب قوني ما يتاقن تاي وكل قد متعنوي يصدح فيل كجرته وأه ذو القعدي ذو الحجي محرم وذو تقارنان سيدة طالي الرفية الزكو أفر تاب بلوضو صونكو ظل بطشو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صونك أفضل بدون سنة بعد رمضان بشهر رمضان كذب شهر الله المحرم بشهر محرم ليلة أفضل بدون بالله صومه وأفضل الصلاة صلاة الليل هي صلاة سنة مد أفضل بعد فرض الفرض كذب شنت وقت كذبنا صلاة الليل رواه مسلم صلاة سنة وحاو خير بدون وهي صلاة نسك دم بها بينك لتكذب صونك سنة أنا بلا أهانة بشهر محرم بأفضل بدون وهي رواه مسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هو يدن وحيتي لم يكن النبي صوبانه ما أهين صلى الله عليه وسلم يصوم كيصوم من شهر بالحقيت أكثر وحكا بدن من شعبان بالشعبان بلقوا النبي شعبان كصوم بدنا متشيرو بلقوا شعبان كصوم بدنا نبي متشيرتو بيهو يدن يتعايشو لكن النبي قال له ويدي دور علوكو جوابي نبي حبش شعبان وبل أعماش اللي كدي على لوجي وحنا تشعل هاي عمل كي فيلك ربي لوجي أنا وصوما رواية كلا نبي حور بيش شعبان وبل أجاش اللي قندي اللي تشانجو وحد دعها هي وحد سوكر هي وحد لنا هي وحد دمنا هي أجاش يدي حكم كي مقاديتي اللي جوي أنا تشعل أنا وصوما رواية كلا نبي الله محاس شعبان هذا وصون تا حور نبي وبل حلمامو صون كذا أنا لدورو فين بقى بلي حرمضة على هذا رجب وحيود حسنه والرجب وحيود حسن رمضان رجب وبالحرمة على صوص وما عباد الله بديا رمضان بالودي الجروبة شعمان والله المبابة حلي هذا مرك آدمه أيها الله المامان أما أي سندوروفين أما غفلة أي كوب بدن تيل لقى الدوفو أظنكم إنه بيقصدوا إله عبدنا وهول ونكس ما دام شعبان اي قرصين لو بلود واوين رجب يا رمضان اي لقين نبي وحوج على انه نوليو كنا نوليو صوم بدن فانه كان يصوم شعبان يترويين صعبان ونبي صوم جري كله اي غالبه كله اي غالبه بدن كيف صوم جري لو جيدا حديث روايه دم باكو عدين دونت وفي روايات وحاكو من كان يصوم شعبان الا قليلا شعبان ونبي صوم جري وحير مويه متفق عليه وعن مجيبة الباهلية يعني بلها حرمضة عليه الله بضيوه صوم كوضة شعبان هلا صوم محرم هلا صوم نبي سداس ويولي جري ما لما قدن بينا هلا قد تقول ما دام النهي أكو يمت وعن مجيبة الباهلية مجيبة ما قبر با مسوى نن با لسكوها يا عن أبيها أبيت بكور نيسا أيضا مجيبة ما صحابيات با مسوى تابعيات والسكوها ودعوه با صحابيات بايده هذه الصحابيات هاي حيوك وحدي با مقب سنة كيسو هذه التابعية هنا وهذا الحين هو مجهولة مجهولة لما يقان صدرت سند هو ضعيف وذات كم مركب محققة وسند الحديث ضعيف نحوج إذا مجيبة وتابعية وأنا مجهولة الحال سيد الراجح أنا حديثك حسن وهي وأن تلمامي دون نصاب كان يساؤني لي عن أبيه أبيه عبد الله بن حارث بالي هذا عبد الله بن حارث الباهلي بس صحابي قال له يقان أو عمي هذا كيف دملا لبس صحابي وجهلا صحابي دملا وحوش يا أبهيت أنه أتى رسول الله رسولك له إنه أتجيب الشيء ثم انطلق كدبنا وارد نبي قويمد وإسلامي أحكام بضم نبي قويدي مركز الصحابي قتري ثم انطلق وارد قاقو مي جسي غير كسي بكل لابطي فأتاه النبي قويمد بعد سنة سنة كدب النبي قويمد هل سنة كدب النبي هذا نصاب بقول وقد تغير أيده تغير أيده إثبت شيء حاله حال كسي شان كسي يو هيئة مقال كسي قاب كسي أسوق دادن أو دلالة هاي أو ورودة هاي النبي قوي يمت نكو إسبدلي أو مذهب كيسي إيو مقال كيسي بس بدلي بقول النبي قصون سنة كتب فقال حور يا رسول الله رسولك لا هيو أما تعرف النبي قوي دنيكو مرارك وقرنشري دور سنة كهر نكو أرك النبي قوي سوق بنش نبي بقرن واي سنة كهر بنا يو صحابي النبي كتب حور أما تعرف النبي لما وادن يقرنين نبي الله موادا إجرنا ينين قانح ومن أنت كما تاه
قال حور أنا الباهلي نينك ريب باهلان آهي الذي جئتك عام أول عام الأول نينك ريب باهلي وحان أي سنة كوركوي مد قال نبحر فما غيرك محاكو دور شيء نينك بمتي هيدي محاكو هالي وقد كنت حسن الهيئة نين مقال قرحسن أو فول وانا أكسن بضع يدو مدب كيسو إفا هاي أفدا حقيقة تبت أن كل قران واي قال أصحابي وحور ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل نفتو اسكو جوي سحاب و نبي الله مسان كاغا تغي ولغي ملو منو وخ معن هبي نيمه مويه ما دن واسو مناو سنه دن بو سون اوغو دايي هبينكم بو عفكه سارا ميجينا وا كو نول ياهي مركه صدادد ايو عدعيد ي ملخدي وخا كلا غوست ي باهيدي نينكي وا اسبدل ما اكلت معن طعام الراشين منذ فارغت انت ان كاتك النبي الله الا بلي الا في الهبي نيمه مويه فقال رسول عذبت نفسك نبي حور النفط هذه بالعذابتي يا قدري ورياتر لما عذبت نفسك مع النفط هذه عذابتي ما نقا قدر روشا يدا ثم قال سبحانه وحجري صم شهر الصبر بشد القاتك عبادة الصوم ورمضان رمضان بشهر الصبر الله يقالنا ويوما كصون من كل شهر بالكستان هل مال كصون بشهر رمضان صون كذا ميل صار وواجب كسارا حق السنة بالكست هل مال كسو قال حول صحابي عبد الله بن حارث الباهلي زدني نبي الله ويكرد سونك سنده فان بي قوه حقوق نن او سايستان اهي سونك واي سهل نبي الله ويكرد قال نبي حول صوم يومين من كل شهر وي بالكست لبا مال مود كسو كوكو فلاني قال زدني نبي الله ويكرد بو ديوان اود وان اوداي قال صوم ثلاثه ايام بالكست صدح كبري كسو قال زدني نبي الله ويقدر قال صم من الحرم هذا الدينين بلها حرمه كصون بلها 12 رمضان موين 12 سو هري افرت حرمه كصون صم من الحرم وترك كنتك بلا حرمه وح كصون كنتك محرم قيب كصون قيبنا اسكدا رجب قيب كصون قيبنا اسكدا مع ذي الحجه قيب كصون بش عرفه ذي القعده سدوكلي صم من الحرم وترك برنا صوم برنا كتقوي صوم الحرم واترك صوم الحرم واترك بلا حرم انا قيب كسو قيبنا كتق وقال باصابعه الثلاث فضمها نبي فريسي صدح لها يصار اسكو قبت مرنا صدح كسون صدحنا كتق صدح كسون صدحنا كتق ونبي له فضمها ثم ارسلها وار سيدا يعني صدح بري كسون صدحنا كتق قيب كسون قيبنا كتق نبي سداس وجيدا يعني بشا رمضان يدو قونو وي بلاها كلي أفرت حرمضا لي وحكسو وحنكت روى أبو داود وسكت عليه أبو داود با كب الله بي بابك بشا محرم إلا صوم صوم كذان لجعي با كب الله بي ونكاء مصيفة وعنده صالح حديث كاسكا ضياء المقدس با حديث كورية أسونا في مختارتي با كورية أسقى أنا كفي عن حاكمي غير كي أو حديثك كتابك سوكا حقا نوصن علين أكتيس وكسو كاني هاي انت وحادر قبل مجيبه هذه سحابيات نقطنا فالامر واضح فلا نوقع فيه وي هذه تابعيات نقطه جهاله ودب ما لها محيه لعلو طبقتها والروايه عن والدها والشواهد الكثيره للحديث حديث كبلها محرم حرمه الا صومه بالكستمان لغا صومه صدح لغا صومه شواهد فربضان بي يا حديث بدل ما قتمت كو قبل وتابعيه طبقه سراء لبا وارث بوح كورنيسا صد حديثك قصه وتا انت مكة الله اسكدره حكمك ابو داود يضياء المقدس بها صحن حديثكنا وحسن وشهر الصبر رمضان شهر الصبر ميادونيسا وبشر رمضان والله سبحانه وتعالى اعلم.